البدعة في أولها كلمة وفي آخرها مذهب ونحلة، بدعة منكرة. رحم الله العلماء الذين حذروا ونصحوا وعلموا وزجروا. وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل أن صفة الإسلام ملازمة للمسلم في صحوه وفي منامه في يقظته وفي وسنه في حركته وفي سكونه، بل حتى عندما يريد أن يقضي حاجته وعندما يريد أن يأتي أهله لا تنفك صفة المسلم عنه، فهو مسلم عندما ينام، مسلم وهو نائم، ومسلم وهو متيقظ، مسلم وهو متحرك، ومسلم وهو ساكن، مسلم وهو يقضي حاجته، مسلم وهو يأتي أهله. لا تنفك صفة المسلم عن المسلم في حال من الأحوال أبدا، بعكس ما أنت فيه من بقية الخصال ومن بقية الصفات. فلست طبيبا وأنت نائم، ولست طبيبا وأنت تأكل، ولست طبيبا وأنت تقضي حاجتك، وكذلك لست في تلك الحالات مهندسا ولا معلما ولا أي آخذ بحرفة ولا مهنة من حرف الحياة ومهنها. وأما صفة الإسلام فهي تشملك ظاهرا وباطنا، وتظل معك حتى بعد أن تفارق الروح الجسد، فلا تنفك عنك صفة الإسلام بالممات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فأثبت له صفة الإسلام وهو ميت. لا تكون طبيبا وأنت ميت، ولا معلما وأنت ميت، ولا فالحا للأرض وأنت ميت، ولا صانعا وأنت ميت، ولكن أنت مسلم حيا وميتا، متيقظا ونائما، متكلما وساكتا، متحركا وساكنا، قائما وقاعدا وراقدا. أنت مسلم وأنت تقضي حاجتك، أنت مسلم وأنت تأتي أهلك، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحترم هذه الصفة، ولا يرينك أحد يعرف أنك مسلم أو يجد عليك من السمات الظاهرة ما يدل ويشير بالبنان إلى إسلامك. حذاري أن تلوث الإسلام في نظر الناس، حذاري أن تكون مثال سوء، حذاري أن تضرب المثل السيء لغير المسلمين وللمسلمين من الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. حذاري أن تلوث الصفة التي لا تنفك عنك، حذاري أن تأتي بأمر ينقض الصفة التي حلاك الله رب العالمين بها.